ومن ملخص مسلسلات رمضان في حلقاته المختلفة، تعالوا نشوف دلوقتي تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها في الشهر العظيم. هذا الشهر هو شهر رمضان، وهيكون معانا النهاردة فضيلة الصديق الحقيقي. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجمل وألطف أنواع الرزق رزق الأصحاب، إن ربنا يرزقك بصاحب يفهمك، يؤمن بيك، يحبك لشخصك لذاتك، ويحبك رغم عيوبك ويساعدك إنك تغيرها. سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الصاحب الحق والصاحب السند الحقيقي اللي واقف جنب صاحبه. لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وبدأ يقول لقريش كلام هم ما صدقوهوش، أنا رحت من مكة بيت المقدس فترة زمنية طويلة جدا بيقضوها في الرحلة دي، لأ وكمان طلع السماوات العلى ورجع وقعد في بلده في نفس الليلة. لو إن دي أحسن فرصة تخلي سيدنا أبو بكر يتخلى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حاجة جت في بالهم إنهم يروحوا لسيدنا أبو بكر يخلوه يشوف الكلام اللي صاحبه بيقوله. فعلا جريوا على سيدنا أبو بكر وخبطوا عليه وقالوا له يا أبا بكر أسمعت ماذا قال صاحبك؟ أنت شفت صاحبك قال إيه؟ قال لهم قال إيه؟ قالوا له ده بيقول إن أسر به الليل لبيت المقدس ثم أصبح بين ظهراني مكة، يعني راح ورجع لفلسطين ورجع تاني في نفس الليلة. سمعت أنت لسه هتصدقه؟ شوفوا سيدنا أبو بكر بكل ثقة وبكل ثبات بيقول إيه؟ إن كان قال فقد صدق. شفت الجمال؟ شفت إنه اللي مؤمن بحد من غير ما يفكر، مجرد إنه يقول إن صاحبي ده قال كده أنا صدقته. ليه؟ لأنه مؤمن به حقيقي، لأنه سند حقيقي. لذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر دخلوا الغار في رحلة الهجرة، اللي دخل الغار الأول هو سيدنا أبو بكر علشان يشوف ويستكشف لو في حاجة ممكن تأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بدأ يسد الشقوق بهدومه لدرجة إن في شق سيدنا أبو بكر وقف عليه بقدمه علشان هدومه كانت خلاص تقطعت كلها. احنا كلنا محتاجين الصاحب ده، محتاجين اللي يؤمن بينا، محتاجين اللي يصدقنا، محتاجين اللي يسندنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول وجبت محبتي للمتحابين فيه. وخد بالك المحبة في غير ربنا ملهاش أي لازمة، كلها زيف يا صديقي، كلها محبة منتهية ومؤقتة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول الأخلاء يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا الناس اللي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. لكن الناس اللي على طريق ربنا فين يا رب؟ في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لازم كلنا ناخد بإيد بعض علشان نبقى صح الحق والصديق السند والرفيق الذي يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.